الصباح هذه صبح واحد المتغيرات على البوابة الإلكترونية ديال الدعم المهني اللي كان تيدوز عن طريق يما بريد بنك ولا تيدوز عن طريق البريد عن طريق كونت بنكير. تيتفاجئوا جميع السائقين هذا الصباح بان كونت بنكير تانيل من البوابه، ما عرفناش علاش، لان كونت بنكير كانت عنده علاقه ما بين السائق والدعم. دابا تتعرف بان بريد بنك عنده علاقه مع مول المأذونيه، دونك صاحب المأذونيه اللي في الاسم ديالو المأذونيه هو اللي غادي يدوز له الدعم المهني مباشره. ولكن كما تتعرفوا بان الدعم المهني تيكون السائق المهني المزاول اللي تيستعمل السياره ديالو واللي تيخلص الغازوال من جيبه. كما تتعرفوا هذه الصبيحه جميع السائقين بربع بالمملكه وقع عندهم تغيير في البوابه، بغينا نعرفوا علاش. كل شيء تيتساءل، لان كما تتعرفوا صاحب المأذونيه راه ماشي هو اللي تيكون تيشتغل، ماشي هو، لان تيكون السائق المهني. كما تتعرفوا صاحب المأذونيه يقدر يكون متوفات او خارج ارض الوطن، دونك هنا تيصعب التفاعل، كيفاش غادي يدوز لهذاك الدعم وكيفاش غادي يوصل لهذاك السائق اللي تيعطيه من جيبه. وكاينه نقطه اخرى، بما كما تتعرفوا بان المقارنه ما بين الغازوال السابق والحالي وقعوا عده تغيرات. الدوله تتعطي للسائق المهني ديال سياره الاجره الصين في الثاني 1600 درهم. الغريب في الامر تتمشي له هو اللي ولات تزادت عليه مقارنه مع الاثمنه السابقه، تزادت عليه هو 100 درهم. دونك الا كان تيضرب 200 كيلومتر كان تيضربها ب 100 درهم ولا 120 درهم، ال 200 كيلومتر دابا ولا تيضربها ب 220 درهم 230 درهم. دونك مشات له، نديروا حنا 100 درهم اللي تزادت عليه في النهار، الا ضربناها في الشهر غادا تعطي 3000 درهم. كيفاش هما تيعطيو للسائق المهني 1600 درهم؟ عيب وعار، ونتمنى من الإدارة المسؤولة ولا الناس اللي مسؤولين على هذه البوابة يعاودوا يديروا مراقبة أو يعاودوا يديروا بوابة أخرى اللي غادا تمكن بأن الدعم يوصل للسائق المهني. فاليوم تنتفاجئوا بأنه البلاتفورم بخصوص الغازوال، الدعم ديال الغازوال بالنسبة للمهنيين، استثناوا بعض الناس اللي عندهم مشكل مع سواء مع صاحب يعني المأذونية أو مثلا صاحب المأذونية هو متوفى، لأنه من قبل كان يعني المهني من تيعمر هذيك يعني البوابة ديال الدعم كان تيعمر يعني المعلومات كاملة، زيادة كان تيدير بخصوص هاد الناس اللي عندهم هذا المشكل كانوا تيديروا يعني تياخذوا تيديروا الدعم تيديروا مباشرة للكونت ديالهم. اليوم تنتفاجئوا بانه هذه العمليه ديال انه تحويل الكونت ديالهم ما بقاتش، ولات يعني عبر البريد كاش، وهذه الخاصيه هذه ضروري انه يعني المعني بالامر اللي كاين في القرار وكاين صاحب المأذونيه هو اللي يستافد. دونك هاد الناس بهذه العمليه هذه تنشوفوا بانه ما يبقاوش يستافدوا، كانوا كلشي كيستافدوا من الدفعات القديمه بكل اريحيه وبدون مشاكل. في هاد السابعه والسادسه، حتى السادسه كان وقع فيها مشاكل، ما بقاتش كتقبل، بالخصوص هاد السابعه ما بقاتش كتقبل الكونت بونكير، فلهذا كتولي مضطر انك تدخل تدفع الدعم في الاسم ديال اللي في سميته المأذونيه، وهذا بالنسبه شيء مضر للاخوان، لانه كانوا الاخوان كيستافدوا بكل سلاسه وبكل بساطه، دابا غتولي مشاكل في الاستفاده. كاين اللي غيمكن يستافد يعطيه مول الكريمه، كاين اللي ما غيمكنش يعطيه مول الكريمه، هذه نقطة. فكنتمنى أن المسؤولين على هذا لو سيت هذا أنهم يتداركوا الموقف أقرب وقت.